على عجل يغادرون المبنى الذي تعرض لتوه للقصف. قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن قصف عنيف، الآن قصف عنيف على مستشفى كمال عدوان. يحملون ما استطاعوا حمله وما خف وزنه، يحاولون إخلاء المرضى وإخراج الجرحى لعلهم يجدون مكانا للاحتماء من إطلاق النار الكثيف. إنه مستشفى كمال عدوان، مستشفى آخر من مستشفيات غزة التي أخرجتها الحرب من دائرة الخدمة. شهادات الناجين تتحدث عن لحظات رعب وعن قصف إسرائيلي استهدف قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى. الكادر الطبي تم إخراجه تحت القصف والنيران والمدفعية من مجمع كمال عدوان الطبي. طبعا تم استهداف قسم الاستقبال والطوارئ الآن بأكثر من 3 صواريخ موجهة. الخشية من تجدد قصف المستشفى واقتحامه كما حدث في ديسمبر الماضي دفعت الإدارة إلى إخلاء أقسامه من المرضى والجرحى والأطقم الطبية. مستشفى العودة في شمال القطاع يعيش وضعاً لا يقل مأساوية. منظمة الصحة العالمية قالت إنه تحت الحصار الإسرائيلي منذ الأحد الماضي بموظفيه البالغ عددهم 148 و22 مريضاً ومرافقيهم. هذا هو إذن حال المستشفيين الوحيدين المتبقيين في شمال غزة، قصف وحصار يرشحهما للانضمام إلى قائمة 31 مستشفى من أصل 36 في غزة تعرضت لأضرار أو دمرت منذ بدء الحرب.